أهلا وسهلا، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تي في. في البداية كنبغي نشكر كل الناس اللي كتصل والناس اللي كتفاعل، وكذلك الأصدقاء والزملاء والناس اللي كترسل مواضيع وأفكار يعني تستحق أن يعني نديروا لها حلقات في المشاهد تي في. حلقة اليوم عن السينما والأوبئة. بزاف ديال المرات كانت السينما سباقه باش توقع حوايج كيطراو في المستقبل، بل وكتقصر بزاف ديال المرات من اشياء كتوقع شناها في السينما مرارا وتكرارا. هذا الحدث السينمائي ولا هذا الحدث اللي كاين في السينما كيعطينا وكيمنحنا رسم توقعات مستقبليه مشابهه لما سيقع فيما بعد. نقدروا نتفقوا مع هذه الفكره، نقدروا نختلفوا حولها، ولكن الاصل ديال هذه الفكره جايه من القيام بابحاث جيده وخيال خصب كيطلق العنان بكامله لمخيله الكتاب والمبدعين باش يبدعوا، وكذلك كتاب السيناريو باش يبدعوا بشكل كبير، وماشي ضربه حظ ان نجد هذه الافلام او انها مصادفه كما يعتقد الكثيرون. الموضوع ديال السينما والأوبئة موضوع يعني شائك ومعقد، يتداخل فيه المرض والفيروسات والانتشار ديالها، يتداخل فيه كذلك بين ما هو طبيعي وما هو تاريخي، وكذلك الصراع السياسي والإيديولوجي، باش في نهاية المطاف يعطينا فيلم يعالج تطور الفيروسات وانتشارها وتهديد البشرية بالقضاء عليها. يعني كندخلوا الموضوع آخر هو الصراع ديال الخير مع الشر. ولكن سؤال كبير، كيفاش كيدخل المرض والفيروسات والطبيعة والتاريخ والسياسة والحروب الاقتصادية وكذلك الحروب الإيديولوجية وكذلك الصراع ديال الشركات المتعددة الجنسيات في صناعة مخيلة الكاتب وصاحب السيناريو باش يبدع لنا فيلم سينمائي يعالج الأوبئة؟ تل هنا هذه المقدمة يمكن تعطينا الملامح الكبرى للموضوع اللي غادي نناقشوه بالتفاصيل ديالو. بقوا معنا ما تمشيوش. على المستوى التاريخي كيرجع اول فيلم سينمائي كيتطرق الى سينما الاوبئه الى المخرج السويدي انغمار برغمان، والفيلم ديالو الخاتم السابع سنه 1957 والمده ديالته 96 دقيقه. الفيلم كيهضر على انطونيو بلوك، هو فارس ومحارب كيرجع الى مسقط الراس ديالو القريه ديالته صحبه تابعه جون بعد ما دوز 10 سنين من حياته في الحروب الصليبيه ونجا من الموت بزاف ديال المرات. لقى في القريه ديالته مشهد حزين وكئيب، قريه مهجوره وخاويه من البشر ومن السكان ومن الحيوانات، خاويه كتصفر لحقاش ضربها الطاعون الاسود ولا بوغليب كيف ما كنقولوا عليه بالدارجة. هاد الطاعون الأسود اللي ضرب أوروبا بين 1347 1350 وقتل فيها نص السكان ديال أوروبا. الفيلم يؤثر في هاد السياق التاريخي، ولكن ما شفت تطور الأحداث ديال الفيلم. الفيلم بالدرجة الأولى كيهضر على فكرة الموت باش نقربوا المشاهد من الفيلم. مزيان أنطونيو جالس قدام البحر حتى كتجي الموت عدو، وفجأة كيبدا بيناتهم هذا الحوار وهذا المشهد. شكون انت؟ كيسول أنطونيو. أنا الموت. كتجاوب الموت. وجيتي زيارتي منذ مدة وأنا كنسير معاك وفي جنبك. أنطونيو راني عارف الموت، واش راك مستعد؟ أنطونيو الروح راها مستعدة وموجودة، ولكن الجسد راه ضعيف ومنهك. تسني شوية، نلعبوا لعبة الشطرنج،
الا ربحتيني خذوني معك، والا خسرت اللعبه خليني نعيش. كان هذا هو نص الاتفاق، ومن هنا جات وبدات فكره السينما اللي كتقلب على افلام الاوبئه باشكال والوان مختلفه، نسخ فيلميه عبر فترات زمنيه متباعده لنفس الروايه، سميتها انا اسطوره للروايه للروائي ريتشارد ماتيسون اللي تنشرت عام 1954. الفيلم الاول ديالها بعنوان انا اخر انسان على الارض، اخر انسان على الارض عام 1964، البطوله ديالته فينسنت برايس، حافظ على الروايه كما هي لا زياده ولا نقصان. الفيلم الثاني الرجل اوميغا مشى بعيد في الاحداث عام 1971 من بطوله تشارليتون هيستون، قصه عاطفيه بزاف وفايته القياس وخرج على النص وعلى المعقول وعلى الروايه. النسخه الثالثه احتفظ فقط بنفس العنوان انا اسطوره ولعبوا جميع التفاصيل داخل الفيلم، عن وباء ضرب الكره الارضيه وما بقى غير البطل ديال الفيلم ويل سميث اللي غادي يلقى اللقاح في اخر لحظه وغادي يضحي بنفسه من اجل البشريه باش يولي اسطوره ويتكلموا عليه الناس. الفيلم الثاني هو حرب الزومبي العالميه، وهي روايه للكاتب ماكس بروكس ومن اخراج مارك فوستر ومن انتاج وبطوله براد بيت، عن محقق ينتمي الى لمنظمه دوليه يجوب العالم باش يلقى لقاح لوباء قاتل. النقطه الثالثه في هذه الحلقه الحديث على السينما وصناعه الميكروبات، وغادي نتكلموا على فيلم سلالة أندروميدا، عن واحد الفيروس كينتقل بسرعة عجيبة كيخلي غير طفل رضيع ورجل مسن في مدينة أمريكية، ومحاولة العلماء إيجاد لقاح فعال ضد هذا الوباء. النقطة الرابعة عن الحيوانات والطيور وانتقال الفيروسات منها، وهذه الفكرة شغلة بزاف ديال الناس وشغلة كذلك السينمائيين وداروا عليها بزاف ديال الأفلام. أشهر هذه الأفلام هو فيلم التفشي أوت بريك، عن قرد فيه إيبولا يهرب من الزاير نحو الولايات المتحدة الأمريكية، زعما دائما الأمريكان ما فيهاش البلا كيجي دائما من برا ومن ثم غادي يطلي الدنيا. نجد كذلك فيلم 12 قردا، زعما دائما القردة تحمل الكثير من الفيروسات وهي شبيهة بالبشر وبالزربة كتنقل العدوى. في الختام السينما صناعة وتجارة وترفيه، كتحمل تنبؤات على المستقبل بصيغة الحلم أو التوقعات أو بالكثير من الخيال، يمكن يكون يوقع يمكن يكون صحيح ويمكن يكون لا. حتى لهنا نأتي على نهاية هذه الحلقة، لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، دمتم في رعاية الله وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.